ما طلع صوت من العروسة تبعنا، يا ترى شو عملت اليوم من حكيها برأيك؟ ليش انتي ما رحتي لعندها مبارح؟ ايه معك حق، مزبوط، الحمد لله كل شي كان عال العال والله. هالبنت كانت حلوة عن جد، بس ما شاء الله هلأ صارت حلوة أكتر. بكفي يكونوا مبسوطين، الباقي مو مهم، منحاكيها بعدين. ايه طيب، منحاكيها بعدين بلا ما نضايقهم هلأ ولا شو؟ يا الله قاسية. ها سني يا خانم، ليش رجعتي بهالسرعة؟ نحن اللي رجعنا مرت أخي. أوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير إن شاء الله. شبك مصطفى؟ شو الموضوع؟ شكلك كتير متضايق. رحجن، قسما بالله رحجن. آسيه، صبي لي كاسة شاي. مصطفى، شو الموضوع؟ مراد رجع. ايه منشكر الله. ايه خبر حلو كتير، ليش مزعوجين؟ ما هي المشكلة نفس، الظاهر مراد واقع بورطة كبيرة. بيورط حاله، وين ما في أكل هوا بنط بيندحش فيه. يا أخي لا تنط، يا أخي لف من حواليه، ما تدعس على الوسخ. لا، بده يدعس. ما بيتركوا ساعة قبل ما يحطوا عيون عليه. شو يعني هالحكي؟ يعني ما بيبعتوه بهيك مهمة قبل ما يحطوا حدا يراقبه، لهيك بيعرفوا انه انت ما وصلت البضاعة. معناها متأكدين انك رميت البضاعة بالبحر؟ لا تكون ما رميتها. لك والله رميتها. اذا شافوك عم تطلع جوات الشنطة ممكن يفكروك اخذت البضاعة قبل ما ترميها، واحتمال كبير يكونوا مفكرين ومخطط لهالشي من قبل. اكيد بيعرفوا انك هون اخي. ما بيعرفوا اخي، كيف رح يعرفوا اصلا؟ سجلك بالاوتيل وكمان هنيك تعرفت على هالتافه، ما هيك؟ شو بدك اكثر؟ علي شو رح نعمل هلا؟ ليك مراد، لازم تختفي عن العين. مين بيعرف انه مراد هون؟ انا ومصطفى، قبطان جمال وفاتح، في حدا كمان؟ تمام، مراد ما رح يرجع. طلع على الجبل، حاول تضل بعيد عن العين هاليومين، ونحن رح نفتح عيوننا منيح. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.